هذا سائل يقول: ما يتداوله بعض الناس من أن مسجد العباس رضي الله عنه في الطائف بني على قبر عبد الله بن عباس، هل لهذا دليل؟ ما هو بالعباس، ما هو مسجد العباس، مسجد عبد الله بن العباس، لأن عبد الله بن عباس توفي في الطائف رضي الله عنه ودفن في الطائف بلا شك. وكانوا بالأول بنوا المسجد العباس، بنوه بجانب القبر، بجانب القبر، وجعلوا عليه ستائر أنا رأيتها. ثم لما هدم المسجد وجدد بناؤه وأخروه عن القبر، الحمد لله صار القبر في شرقيه مؤخر ولا يصلي عنده أحد. نعم.